المدينة الصناعية التابعة إلى قسم الإنتاج الصناعي التابع إلى العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة، يتكون من عدة معامل أنشئت على مساحة تقدر ب14 دونما، وفيها معمل البلوك والمقرنص والكاشي والشتايجر والبي آر سي والأنترلوك. بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم للجميع أن أحد الجوانب التي يعاني منها المجتمع العراقي اليوم، بل تعتبر من أهم الجوانب التي يعاني منها، هو الجانب الصناعي. وعلى هذا الأساس انطلقت مبادرة من إدارة العتبة الحسينية المقدسة بتوجيه مباشر من سماحة المتولي الشرعي بإنشاء مدينة صناعية مبنية على أسس علمية من خلال استدعاء فريق هندسي مختص في إدارة هذه المدينة الصناعية، مع تهيئة فريق فني متمرس في إدارة هذا المعامل، باعتبار هذه المعامل معامل حديثة من حيث الجانب الميكانيكي والجانب الكهربائي، معامل تعمل بنظام بي ال سي حديث. فبدأت المبادرة حقيقة في أواخر عام 2019. المدينة الصناعية تشمل عدة مفاصل، كان أول مفصل من عدها هو إنشاء معمل لإنتاج البلوك والمقرنص والكربستون. طبعا الهدف من إنشاء هذا المعمل كخطوة أولى لما تعانيه الطرق في محافظة كربلاء المقدسة وباقي المحافظات، سوء للمنتجات الأجنبية اللي نلاحظها، يعني منتجات تحمل اسم أجنبي لكن في الحقيقة كل معايير الصناعة والجودة تفتقدها. فانطلقت فكرة في إنشاء هذا المعمل، معمل إنتاج البلوك والمقرنص والكربستون. استمرت تطوير هذه المدينة من خلال إنشاء معمل آخر، وهو معمل إنتاج الكاشي الموزائيك لتلبية احتياجات السوق العراقي وسد احتياجات المواطن العراقي من خلال هذا المنتج المميز. والحمد لله أخذ صدى جيد جدا على مستوى المنطقة. الخطوة الثالثة بدأ إنشاء معمل لإنتاج الشتايجر ومعمل إنتاج الأنترلوك. الحمد لله الجهود متواصلة في توسيع خطوط هذه المدينة الصناعية من خلال فتح معمل لإنتاج حديد البي آر سي خلال هذا العام عام 2022. والحمد لله في الخطة المستقبلية راح تكون معمل إنتاج معمل الأثاث. أحد أسباب إنشاء هذه المدينة الصناعية هي أولا الحيلولة من تقليل البطالة المستشرية بالمنطقة من خلال تشغيل أكبر عدد من العاملين. السبب الثاني هو استثمار موارد الطبيعة من خلال أغلب المواد الداخلة في إنتاج الخطوط الإنتاجية لهذه المعامل هي مواد عراقية. صح أكو نسبة من هذه المواد هي مواد تستورد من الخارج، بس الأغلب ولا عام هي مواد عراقية. السبب الثالث هو تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص من خلال استثمار هذه المواد ورفد الأسواق المحلية باحتياجات السوق بمثل هذه المنتجات. طبعا ما يميز هذه المدينة الصناعية هي احتواها على وحدة خاصة، واحنا نسميها وحدة السيطرة النوعية. وحدة السيطرة النوعية تحتوي على مهندس مختص وفريق يعمل تحت هذا المهندس في مراقبة الجودة ومراقبة اختيار المواد الأولية ومراقبة مراحل الأنضاج ومراقبة المنتج لغاية التسويق. المدينة الصناعية تعمل على أسس علمية من خلال توجيه فريق هندسي في اختيار المواد وإعداد التصاميم للمنتجات والفحص الدوري من خلال التعاقد مع مختبرات حكومية معتمدة لدى وزارة الإعمار والإسكان. طبعا الطاقة الإنتاجية لمعمل البلوك والمقرنص، معمل البلوك والمقرنص يحتوي على خطين إنتاجيين، تصل الطاقة الإنتاجية لكل خط تقريبا 10,000 بلوكة خلال معدل عمل 8 ساعات،
أما من ناحية المقرنص فيصل تقريبا إلى 2500 متر مربع للخطوط الإنتاجية. معمل الكاشي يحتوي على 3 خطوط إنتاجية بالإضافة إلى مكائن جلي 2. الخطوط الإنتاجية تصل الطاقة الإنتاجية تقريبا للخط الواحد إلى 500 إلى 600 متر مربع خلال 8 ساعات، يعني بمعدل 1500 متر مربع لمكائن الإنتاج الكاشي الموزايك. بالنسبة إلى معمل الشتايجر، تصل الطاقة الإنتاجية لمعمل الشتايجر حوالي 200 إلى 250 قطعة خلال وجبة عمل. معمل الأنترلوك تصل الطاقة الإنتاجية إلى تقريبا إلى 150 متر مربع خلال وجبة عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإنشاء معمل الكاشي الموزايك والمطعم بالمرمر والمناشئ عالمية رصينة ومكائن حديثة وطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 متر مربع باليوم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، الهدف من إنشاء المشروع هو التقليل من البطالة وتشغيل أكثر عدد ممكن من الأيدي العاملة والردف إلى الأسواق المحلية ومنتج كاشي يضاهي المنتج المستورد من ناحية الجودة ومن ناحية السعر. يخضع جميع المنتجات داخل القسم وداخل معمل الكاشي خاضعة إلى الفحوصات المختبرية من ناحية المنتج ومن ناحية المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج. تبدأ مراحل الإنتاج من استيراد الأحجار من مناشئ عالمية رصينة بالإضافة إلى المناشئ المحلية. يقوم بطلب الأحجار وفق قياسات محددة من قبل المهندسين المشرفين داخل معمل الكاشي. تبدأ المرحلة الأولى بالإنتاج من مرحلة غسل الأحجار بالماء الآرو، ثم تنقل بعدها إلى الهوبرات. المقصود بالهوبرات هو مكان خزن الأحجار قبل الإنتاج. من بعدها تنقل على قوائش موازين بشاشة PLC تحدد كميات الأحجار الداخلة في الإنتاج عن طريق هذه الشاشة، ثم ينقل من بعد ذلك إلى مرحلة الخلط، خلط المواد الأولية الداخلة في تشكيل الكاشي مرحلة الوجه. يكون الإسمنت من مناشئ عالمية خاضعة للفحوصات المختبرية بالإضافة إلى ذلك الغبرة والأحجار. ينقل من بعد ذلك إلى مرحلة الخلط، تخلط المواد الأولية بوقت محدد وفق برنامج موضوع داخل الماكينة. ينقل بعد ذلك إلى مرحلة حقن الجرعة التي تشكل طبقة الوجه للكاشي الموزايك، ثم ينقل إلى مرحلة الهزازات مرحلة بعد مرحلة، ثم ينقل إلى مرحلة الظهر. المقصود بالظهر النارية هو اسمنت عراقي مقاوم. ينقل من بعد مرحلة الظهر إلى مرحلة الكبس. مرحلة الكبس بضغط عالي تصل إلى 200 بار، ثم ينقل بعد الكبس إلى مرحلة الروبوت. والمقصود بالروبوت هو رسم الكاشي بطريقة آلية دون تدخل البشري. ينقل بعد ذلك من مرحلة الروبوت إلى مرحلة الانضاج. الانضاج بالماء الآرو والبخار، ثم يحول بعد إكمال عملية الانضاج إلى الجلايات، والجلايات متمثلة ب 14 مرحلة. تبدأ من مرحلة الظهر أول مرحلة، ومن بعدها مرحلة الألماس، ومن بعدها 10 مراحل. يتم وضع الأحجار بآلية هندسية ودراسة ومدروسة للحصول على أفضل منتج من بعد ذلك ينقل المنتج إلى مرحلة الفحوصات المختبرية، ومن ثم بعد الفحوصات المختبرية يكون المنتج جاهز إلى التسويق. Thank you.
معمل بلوك المقنص التابع لقسم الانتاج الصناعي للعتبة الحسينية المقدسة. المعمل هو انتاج مواد البناء الخرسانية من بلوك المقنص وشتايجر والكربستون اضافة الى السواقي. المعمل يعمل بنظام الكبس الهيدروليكي من خلال مكان عالية الضغط. بعد مرحلة الكبس الانتاج يدخل في غرف الانضاج بالبخار الستيم كيورينج. ميزة هذه التقنية انه توفر صلادة عالية للمنتج بالاضافة الى خلوه من التشقق. يظل بغرف البخار 7 ساعات في فصل الصيف درجات الحرارة العالية تكون مرحلة الانضاج على مرحلتين، الانضاج بالبخار بالاضافة الى الرش بالماء الارو. طبعا عندنا محطة متكاملة لمعالجة الماء داخل المعمل. بعد ان يبقى المنتج 7 ساعات بغرف البخار حتى يعزز عملية المهد للإسمنت في جو مشبع بالرطوبة، يذهب المنتج للترزيم الانتاج. معمل انتروك هو واحدة من وحدات معمل البلوك المقنص. مراحل العمل يضمن مزج المواد الأولية من الاسمنت وركام ناعم وركام خشن بالخباطة. بعد ذلك يتم تعبئة القوالب اللي تكون بأشكال وأحجام وأشكال هندسية مختلفة، ومن ثم يذهب على منضدة الهزاز اللي تعمل على كسب الإنتاج القوة المطلوبة بالإضافة إلى تفريغ الفجوات الهوائية، ومن ثم يذهب الإنتاج إلى غرف الإنضاج بالبخار الستيم كيورينج اللي هي تقنية متميزة تعمل على إكساب المنتج الصلادة المطلوبة وتفريغ الفجوات الهوائية. وكذلك في فصل الصيف يتم الانضاج مرحلة ثانية التي تضمن رش الانتاج بالماء الآرو. الطاقة الانتاجية للمعمل تبلغ 4000 قطعة باليوم، مما يكسب معمل سهولة التعاقد مع العقود التجارية. كذلك تعاقدت وحدة المبيعات في قسم الانتاج الصناعي مع كوادر تنفيذ مباشر لمحافظة كربلاء المقدسة لأجل تطوير البنية التحتية لمدينة كربلاء المقدسة. وهناك خطة لإنشاء معمل النجارة والأثاث، وجميع المنتجات خاضعة إلى الفحص المختبري الدقيق في المدينة، وجميع المكائن مستوردة من مناشئ عالمية رصينة.